السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة شارع بين الحارات. قبل ما نبدأ نقول صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، زيد النبي صلي عليه أفضل الصلاة والسلام. جاي لكم بأسعار خفيفة كده كده من شارع بين الحارات، ما شاء الله تبارك الله. بص جاي لكم الخروف العيد أهو بينور أهو، ما شاء الله تبارك الله بينور حلو قوي. ده سعره الدستة بتاعته ب75 جنيه، انزلوا الحقوا خدوه قبل ما الاسعار دي تزيد، ما شاء الله تبارك الله حلو قوي اهو بقى الوانات كلها فوشيا والاحمر. ده كده موجود متواجد عند المنياوي وعند مروان وعند كل الناس في الشارع موجود اهو ما شاء الله. معانا اليويو ده انضف يويو يعتبر في الشارع من عند الحاج ام خالد، حلو قوي ما شاء الله، يعني جميل جدا جدا جدا. ده كده دي فيها 50 ب16 جنيه، حلو قوي ما شاء الله حلو جدا. معانا الصفارة حلوة قوي، دي الزمارة دي حلوة جميلة جدا برضك من عند ام خالد، ما شاء الله كده حلوة قوي. دي ب18 جنيه او ب20 جنيه مش فاكر، بس شكلها حلوة قوي. في فيديوهات كاملة على القناة لو حابب تتفرج على الفيديوهات الكاملة في الاسعار. معانا طبعا من عند ام ملك البيبيونة دي حلوة قوي ب15 جنيه، فيها 100 متكيسة، تحط على الكارت على طول. ومعانا خروف العيد برضك اهو من عند ام ملك برضك ب25 جنيه، 100 ما شاء الله ارخص سعر يعتبر في السوق في الشارع كله عند ام ملك. معانا طبعا البالون، كيس البالون ده اي حد هينزل ياخده هياخده ب30 جنيه تبع القناة، من عند ام خالد اهو لا اما من عند مروان اهو. معانا طبعا دول كده حاجات العيد اهي، خروف العيد وهدايا العيد، الاشكال اللي هي البخت الصيني حلوة قوي ما شاء الله كده تبارك الله، حلوة جدا حلوة قوي 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 يعني اهي. ده الكيلو بتاعه ب270 جنيه، انا جايب دول كده ب25 جنيه، عددهم حلو. معانا السلسلة الايطان دي من عند العوام، حلوة قوي من عند الحاج سيد ابراهيم قصدي العوام، دي ب25 جنيه. معانا المصاصة الكيلو بتاعها ب85 جنيه من عند ابو خديجة، ما شاء الله تبارك الله حلوة قوي 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 ما شاء الله يعني. معانا العملة دي حلوة قوي، الكارت ده كده في حوالي 16 كارت او 20 كارت من جوه، كل كارت فيه صور زي دي كده ب15 جنيه، جميع العملة كلها ممكن تعلم الطفل من عن طريقها، حلوة قوي. وظهرها كوتشينة يعني تمشي الاتنين، حلوة قوي ما شاء الله تبارك الله، تمشي كوتشينة اهي، جمعها كده تمشي كوتشينة وتمشي برضك كده ايه لعبة يعني، حلوة قوي ما شاء الله تبارك الله، حلوة جدا جدا جدا. لو عجبك الفيديو ما تنساش بلايك وشير وارجو الاشتراك في القناة. وعندنا معانا الورق اهو، الورق ده كده الكيلو بتاعه ب18 جنيه، الكيلو ب18 جنيه الورق ما شاء الله تبارك الله. طبعا اهو برضك المقرمشات والحاجات دي كلها من عند ابو خديجة الله يبارك له، بصراحة يعني راجل من الناس المحترمة جدا في الشارع، والحاجة بتاعته حاجة نظيفة جدا 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 ما شاء الله تبارك الله. كيلو مقرمشات عنده ب60 جنيه، وعنده جميع الشوكولاتات دي ب160 او ب170 جنيه، حلوة قوي ما شاء الله. وعنده النوجة جميلة جدا، وعنده الكل ده ب100 جنيه، حلوة قوي ما شاء الله. عنده جميع الكوفي، جميع التوف عاملين خصومات، في فيديوهات كاملة على القناة ان شاء الله بإذن الله، من عند شارع ابو خديجة، شارع بين حارات وعند ابو خديجة.